أتراب علمي دنقر وليه تمشي الشاورو متراب علمي دنقر وليه تمشي الشاورو والبطناط اللي عرضك أخير ما جاورو فوق المنفرد بملك حملك صاورو أحصن حرسيوف شق البقاوي الباورو بدري الليلة براك كردفان وصحابه ألعب بالشدر زبد البديان يا أبو مرحب حبابكم عشرة بلا كشرة الجزيرة أرض الخير والمحنة والفن الأصيل الليلة كمان الجزيرة جايبة لنا الطرفة والظرافة والنكتة قطرنا جا مر بالجزيرة جاوا معاه محمد أحمد الطيب السوداني واحد من ظرفاء الجزيرة وكمان جاب لنا الفنان الشاب عصام أحمد الطيب فنان جميل ورث الصوت والفن من والده الراحل المقيم الفنان الكبير أحمد الطيب ضفتنا الليلة مع أهلنا في الجزيرة وأهلا بكم السوداني مرحبا بك كل سنة وانت طيب مرحبا بك أستاذ محمد موسى ومرحبا بقناة الشروق ومشاهدي قناة الشروق الله يديك العافية عصام كل سنة وانت طيب طيب مرحبتين الله يديك العافية السوداني نحن نبدأ ونستنى طوال جدا تفضل أستاذ أول شيء الاسم جميل مين السوداني اسمك محمد أحمد الطيب السوداني الاسم محمد أحمد الطيب السوداني من جريدة السوداني سنة 86 يعني كنت شنو رئيس تحرير والله ما كنت رئيس تحرير صنعتني فيها الصدفة جيت الشغل مع في الجريدة ذاته الشغل في الجريدة ذاته جيت مع نجار فلقيت الجماعة بيعملوا في معاينات وخشيت المعاينات كيف جيت مع نجار؟ جيت مع نجار بمسك له الخشب وبساعد فيه فلقيت انه الناس دارين عينوا موظفين وصحفيين وناس بشهادات وهنا فقمت خشيت معاهم في المعاينه كويس قلت له رئيس التحرير شغلنا اي شغله فقام كان بيزاني من معالم البلد شنو انا ذات اول مره اجي البلد دي فبيقوم بيقول لي وزاره الخارجيه وين بعمل لي كده وزاره الداخليه وين كده والقصر الجمهوري وين كده فمن الطرائف كان مجلس الوزراء جم مستشفى الأسنان فقام قال لي مجلس الوزراء وين عملت لي كده قال لي عيناك يا أخي اشتغلت بقت لك سبب بقت لي سبب وليه اليوم باقي لي سبب إن شاء الله وهي سبب الشهرة ذاته بقت لك اسم في الجريدة وبقت لي اسم طيب الظرافة دي يعني ورثتها في البيت والله الوراثة الطرافة دي أنا قمت لقيت حاجة موروثة من الأب والأخوان الأكبر مني والأخوات وكل ناس البيت يعني كل تعاملنا بالطرافة كل تعاملنا بالنكتة طيب والله تولدت في قلب المعاناة ذاتها في غرية في الجزيرة اسمها المنارة منارة دي وين؟ المنارة دي يعني أقول لك أوصفها لك بمدينة وثلاثة غرة يعني مدني الكمر ود مقبول المنارة ده يعني حتى توصل المنارة حتى توصل المنارة ده لو دار وصفة لك طيب كده خلينا في الأسرة يعني الظرافة المواقف اللي بتحصل في الأسرة انت بتحفظها أيوة طيب الأخو مثلا الأخوان في أخوة والله يا أخي من طرائف الأخ الكبير انت خجلان منه اللي شنو بتاعي لك منو انت بتتكلم من قبل كده ما بتاعي لي خجلان يعني لا لا أبدا قلت لك من طرائف الأخ الكبير أي كان زارع له بلاد جنب الحلة كويس فالحلة فيها غابة يعني العيش بتاعه طلع بدري فبيقوم من الطير من الغابة بيجي بريك في العيش كويس فهو شايل له حديتين كده بدقابين لما نمشي كده الطير بيجي وراه لما نمشي كده الطير بيجي بوراه لما نمشي كده يرجع يدق عليه ورا يرجع عليه فشغال دق لحد ما يضنيه ضل صنن فجوا ناس بوكسي تايهين قالوا لي يا اخي الشارع ده ماشي قالوا لهم والله لا ما فينا جنس طيره ما سامع كلام ما سامع انهم قاصدين شنو دارين شنو طيب الاخت
الأخت والله مرة أنا جيت الحلة بالليل الصباح جات قالت لي يا أخي داير لي 2000 أجيب بين ربع كيلو لحم. ليه؟ الوقت ده كيلو اللحمة كان بثمانية ألف. لا جايبها بساي ليك اللحمة ولا في زوجة؟ لا 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 يعني؟ هي لنفسه لبيته بزوجة حالة ولا؟ آه هي متزوجة وقالت لي داير لي 2000 أجيب بين ربع اللحمة. نعم. فقمت ما كانت عندي فكة ديتها 10000. كويس. قبل الكلام ده كان قبل يوم شاكلتها واحدة في الحلة وقالت لها يا جعانين. جارتكم؟ جارتنا. فقامت مشت لما شلت 10000 لاقت ديك في الجزارة. دايرة تجيب ربع بـ2000؟ دايرة تجيب ربع بـ2000 لكن لاقت ديك قالت لها يا جعانين في الجزارة. كويس. قالت لي عليك الله أوزن نص لحمة ونص كبدة وكمونية بـ2000. بس عشان تفهم عشان تفهم ديك انه نحن كده عشانتك انت راحت العشر انتهت لكن ورتني الموضوع قلت لها خير يا زول ما طيب اللبو اللبو كان يحمل نفس الطرفة اللبو كان بنفس الطرفة وكنت معاونة يمكن اكون اكتر من اخ ولا اكتر من ابني وحاجات يعني بيناتنا متقاربة شديد يعني ما في فوارق يعني لما تلقاني معاه ما بتحس بانه ده ابو وده ابني يعني بتلقانا قريبين بعض يعني طيب كده نحن نقيف لابو ده قبل ما نعرف طرايفه معاك شنو عصام مرحب بك ودايرين تحية لجمهورك وتحية لمشاهدينا الآن نسمع لنا نغمة جدا نسمع الجدي الساكنة حينا من كلمات الطيب السماني والحان أحمد طيب ودي رمضانية كده إن شاء الله نسمع جد يا ساكنة حينا ونا من نار غرامك حينا والله هوي هوي ليش قاي حينا جد يا ساكنة حينا ونا من نار غرامك حينا والله نزل الشعر والله في الكتاب نزل الشعر والله
القمر الما خسى انت التبر والناس صدف والله هو ليش جاي حينا قد يسانا حينا انا من نار غرامك حينا والله هو جاي حينا والله جاي حينا قوامك الغصن الندي لونك صافي وعسجدي والله أجد يا ساكنة حينا وانا من نار غرامك حينا والله يقول ليش قال حينا ليش قال حينا وانا من نار غرامك حينا والله.
كثير يا عصام، ما قصرت والله، ان شاء الله تبرئ من الوحوحه يعني، هاي ان شاء الله ما تتوحوح الا قدام. محمد احمد احنا متواصلين معاك وداخلين في الاسره، وقبل قلت لي الوالد علاقته بك الله يرحمه كانت حميمه يعني، والله يا اخي وكنتوا ما بتتفرجوا، ده الابو ده الاخو وده الاخو واثنين. انا قلت يعني بدايتي ذات اول صدفه جابتني في الحياه وكون نكون مستمر لها هسي، احنا جينا في عهد يعني قبل التطعيم كويس، في جينا في للحياه في الحياه دي يعني قبل عهد التطعيم كويس، يعني من الكتكوتة والحصبة والحمى، فظلنا في الحلة نحن ولدين، فظلنا في الحلة نحن ولدين يعني. كل الناس دي هاي ماتوا، حصبة وكتكوتة قبل التطعيم الكلام ده، لكن هسي بعد التطعيم كان جبت لك حاجة حلوة داير تاكلها إلا تطلع بها في راس البيت من كثرة تشوفها، ما في طريقة تاكلها في الواطن الحلة ما لشوفها ميلي شديد والله العظيم. إن شاء الله ربنا يحفظه. طيب الوالد قلت لي عندك معاه طرايف. الوالد عندي معاه طرايف، والوالد الأخ الكبير، والوالد هو الصديق وهو الأخ يعني. نعم. فمن الطرايف مرة عندنا عصيدة كده بلبن فطيرة، والعصيدة دي كانت بسيطة كويس، لكن هو كان بياكل ما بيبلع، مبلوك مبلوك يعني بياكل بيبلع مبلوك. وانت معاه؟ وانا معاه. فالمسألة دي يعني جد حسيتها في نفسي، قلت له يا اخي انت متلوك يا اخي، بتصقع جره بعدين متلوك يا اخي. تصقع جره شنو؟ يعني زي زول البهيمه بدون مؤاخذه لما تاكل في الخلا بتجي بعد تجي البيت بتعيد الاكل ده. طيب بتاكل ما بتلوك يعني. طيب ومرات بيرسل لك هنا بيتعامل معك عادي؟ بيتعامل معي تعامل عادي، ولكن زمانيزم كان شديد جدا جدا كيف؟ يعني اي تعامل اي حاجه يقول لي يا اخي والله الموضوع ده لو ما عملته انا ما عافي منك، الموضوع ده لو ما عملته انا ما بعفى منك، الموضوع ده. وانا يعني اكثر زول كنت معاه وكنت قريب له ومجتهد له ومجتهد، والحياه دي كلها اجتهادي كان له. فمره من المرات قلت يا اخي والله لو جبت انا ورقه وقلم وحاسبتك اطلع انا المعافي. يعني ما تمسكني طوال، ما زالت تمسكني بها كثير هاي. طيب مره قال لي جبته عيان، جبته هنا كان وقاعدين في الجريف مع عمي، والله يرحمه حسن عز الدين ادانا العربيه كريسيدا، مشيت جبته. فهو قصير اسهر لبي مسهر، دار اسهر لبي مسهر، ان انا هنا ولي علاقات ولي وضع. فقمت جبته، اصلا قصير كمان ذاته. فلما يركب في العربيه قال لي العربيه دي قصيره ماله، قلت له خلاص امنوت اركب سهل. اديته مواقف طريفه. طيب نحن ما تمشوا بعيد ومستمتعين باهلنا في الجزيره، جاييننا بكل ما يحمله من ظرافه وفن جميل. ما تمشوا بعيد، فاصل قصير ونرجع لكم ثاني. الجبل لا شماء في محر الصيف، والقلب الحديد ما بينكسر بني، يوم دق النحاس والغاز قال السيف، تباخ البنات بيض الكلام النين. يا عدو يا غشيم قل لي اجد اذكر، ابقى الصميم لا ما الولد عسر، يوم دفروا الرجال واهبين حياتهم صر، بس تحليف تقول هبت رياح صرصر. مرحبا بكم من جديد، وسعيدين نتواصل مع اهلنا ضيوفنا الليله، جايين من الجزيره. سوداني، وانا قبل ما امرق بك من الاسره، طبعا اتولدت قلت في معانا. ايوه. طيب الوالد الله يرحمه لما مات خلى لك حاجه كثيره؟ والله خلى لي رقم مميز. كيف؟ تاريخ وفاته كان يوم 6/6/2006، يعني لو شريحه الليله كان بتجيب لها مليون. ما خلى لك حاجه؟ ما حاجه، ما في حاجه، ما خلى الا ما في حاجه. طيب انا اطلع من الاسره الكبيره نمشي الجريده ذاتي. انت اشتغلت فيها فتره طويله صح؟ اشتغلت فيها فتره طويله ومرحلت في السكن بتاعها. طيب الطرايف المرت بك في الجريده؟ والله الطرايف المرت بي في الجريده كان مره ظروف الجريده كانت كعبه شديد. فانا بلمس ادق عليه قال لي جابوا لك ولد كويس. الصباح مشيت كتبت سلفيه للمدير المالي على اساس انه اعمل بها السمايه. المدير المالي السوداني والله العظيم طلبك ده خدته لك من الاولويات كويس. اول ما تجي القروش اديك اديك هاي.
سماية لامن جات والولد حبة والولد مشى والمدير المالي مستمتع بحتة سكلة السلفية دي كويس. فمرة أنا المرة جيت خاشي والولد ذاته بقى يمشي يعني. فجيت خاشي هو كنت طبعاً بتكيف لأنه أنا أجود في الموضوع ده فما سألته. قام قال لي السودان عملت شنو على السلفية؟ قلت والله أنا افترت لكن حيجي الولد يتابع معاكم. طيب احنا متواصلين نجي خاشين للأسرة الكبيرة. عرست كيف وعرست من وين؟ والله أنا عرستها من منطقة اسمها الشايقاب جنبكم؟ جنب المدينة عرب يعني تبعد 4 كيلو من مهلة. كويس. فيعني أصلاً الزواج ده كان مش هو كان صدفة. أنا كان لي قبل كده يعني زولة في حياتي واختلفت معاه وجماعة دي الناس أهنى وجيت اتقدمت هو لبيتون دي وأدوني يعني ما 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 العرس ذات وقالوا السيرة هناك كان فيها قصة. السيرة دي والله العظيم أنا طلعت وصلت بعد 3 يوم السيرة هاي دقتنا مطرة في الخلا وصلت بعد 3 يوم أنا لما وصلت الحنة ذاتها مرقت من كرعي. فالضريرة كان بتجيب الجنبات يعني زي البيت الصاب أنا بعمل كده من المطر من المطر أيوة والحرير يوم والحرير وبقت مع لون اللبسة ومع لون الحاجات دي ومكفكف ليه هنا خريف 3 يوم أنا حتى وصلت. فلما وصلت البنات بغنوا لي بركة جيت بركة جيت عسل إنت وبسكويت ليك إنت ليه أنا ومجال بطين ليه عسل إنت وبسكويت قعدت مع المرأة بركة جيت بركة هاي جاب الريحة جاب الشيلة جاب الهبهان بالكيل أنا الهبهان جايبه في جيب من جاي قالهم بالكيل طلعته لي من جيب كويس. المرة لما قعدت معها ما يعني فرحت المرة لما قعدت معها قالت لي إن شاء الله أمنيتك اتحققت بالجية والعرس بالجية والعرس. قلت لا أبدا والله تعبان أنا لي 3 يوم ما نمت. قلت له والله كان لقيت لي حتة نمت فيها طبعا ما شايفها دي الأمنية دي الأمنية تحقق. طيب السوداني نحن نتواصل مع الأسرة وطرائف الزواج والعرس ونجي لعصام كلام ونغم بيجاي بيجاي نسمع لنا حاجة نسمع طول البعد برضو كلمات طيب السماني والحان أحمد طيب نسمع. المظلم طول
خيرك كثير عصام، ودائما معيشنا في جو جميل والله وتبسطنا. محمد احمد نحن ما مارقين عشان ما نطلع من موضوع العرس. أيوة. والمرأة جبتها بعد ذاك فسح وكده، بتحصل لك مواقف؟ مرة عندنا مناسبة في الحلة. كويس. فهي اصلا مع خطيبتي القديمة الشحم والنار. ايوه هذيك ما كانت، ديك كانت الاولى. أي. فقامت ديك جات لي مناسبة. أي. وهي حاسة بي لسه، انا الموضوع ده لسه ما زالت في قلبي ذكرياته المرة باقية. أي حاسة بالحاجة دي. كويس. فقامت ديك يعني وهي قاعدة، قامت ديك قالت لي السوداني يا اخ ما تجي تزحمني شوف عدل. قمت قلت لها اصل اللمبة بتلم الحشر. يعني انت لسه لمبة؟ لسه لمبة. اصل اللمبة بتلم الحشر. لسه انت لمبة. طيب هي روحها معاك حلوه هسه، يعني بتقبل منك اي كلام؟ يعني في مواقف مثلا حصلت؟ لا لا الحمد لله ما يعني هسه بعد ده خلاص فهمت انه الحاصل شنو، وما في حاجه يعني بعد ذاك فهمت انه انا شنو انا بقصد بالحياه دي مداعبه. مره انت قالوا قلت لا انا داير اعرس زي بيت من الخرطوم. دي كان خشت معي بيت كده في من بنات الخرطوم هني، وعيشتني في جو وطلعتني من الوضع اللي انا فيه. فبقيت بدق لها بحكي لها الليله عملنا كده لمرتك؟ هاي لمرتي، ما واضحه معي عارفه المواضيع دي كلها انه انا اصلا ما في جواشي، لكن بعد ذاك فهمت انه انا مالي يعني في شنو. فبقوم بدق لها الليله عملنا كده، والليله تلاقينا، والليله قالت لي وعملت لي رساله وكده. الفتره دي كان الفرق نازله من الابطال للكونفدراليه. فيوم من الايام دقت لها قلت لها اخ والله الزوله دي رختني نزلتني. قامت قالت لي مرحبا بك في الكونفدراليه. دي المره ذاتها. طيب نحن متواصلين ومع قصص الاسره وعصام، نحن بنحييك والله يعني بنستمتع الكلام بهنا جميل، ومشتاقين نسمع من عصام. نسمعني شنو؟ نحن بخصوص العرس وعريسنا السوداني، نحن نغني اغنيه للعريس. نسمع. طلع صدع بدر وعيون عيون ما بتبدر والله يا عشق عاد ستروني. يا طلع صدع بدر وعيون عيون ما بتبدر والله يا عشق عاد ستروني. هي طلع
العريس ختم ودنا الحلفة العريس ختم ودنا الحلفة العريس ختم ودنا الحلفة ورجع فتح من غير كلفة يا عشاق عادل سفر خيرك كثير ان شاء الله ربنا يجبر بخاطرك دائما عصام يا اخي ويوفقك ويديك الصحه والعافيه محمد احمد الظرافه في 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 الجزيره في غوره ثانيه بتعرفك يعني قاعد في تمشي غوره كثير بمشي بمشي يعني غالبيه المنطقه هناك انا بتعرفني يعني بتعرفني للظرافه للتواصل للمناسبات للحياه الزي دي طيب في غوره مشيتها حصلت لك مواقف ظريفه كان مره مشيت لي يا جماعه كده وحاولت اقدم حاجه يعني انا مشيت لهم في البيت لكن حاولت اقدم حاجه مشيت الجزار كويس فقلت له الجزار اديني كيلو قال لي والله الا اوزن لك اربع مرات قلت له ليه قال لي لانه اكبر وزن عندنا ربع والله العظيم الحله كلها الحله كلها ربع هاي قال لي اكبر وزن ربع الا اوزن لك طيب اربع مرات تعرف من المواقف من المواقف قاعد كده في صالون مع جماعه فسمعت صوت شافعي كوري كوريك صرخ شديد يعني من الشهامة اللي علي طفرت الحيطة لدريت انه ركبتي دي تفكت كويس يا اخوان الود ماسك لي سلك عريان الود هبش لي مكوى الود وقع في كانون قال لي لا والله بحمموا فيه ده في غرية ثانية في غرية ثانية يا سلام طيب يعني في واحدة قلت لي سألتك مرة متزوج ولا دي دق التلفون بالغلط ف يعني بدأت تتواصل معي شافت الكلام عجبها وبقت تواصل معي قلت لي يا أخي متزوج سؤال يعني كده متزوج قلت لها أنا والله شدت ما متزوج مرة مسافر حلت نسيت شابعين في الوطن عندك قولي تلفون جيت والراجع ربنا يديك الصحة والعافية السوداني وبنتواصل معاك وخليكم معنا أعزائي المشاهدين نمرق مرقة بسيطة كده فاصل ونجي راجع لكم تاني بجديد مع هنا في الجزيرة أمس يا عيو أسف غناك سناها خلتنا المعاني
مراجع النجاه. انا من الجنين اللي التمر حناها، تقول حالة محلق حالة تتلقاها. أن إحنا من تبينا ما فيش رجال هزتنا، موت النار شرابنا لحم الأسود مزتنا. مرحب حبابكم عشرة، متواصلين معاكم في مع ضيوفنا الليلة اللي جاينا من الجزيرة أحمد أحمد، ونحن نجي للخرطوم. أنت الخرطوم لما جيت ما جبت الأولاد؟ أيوة جيت. لسه الأولاد ما جوا؟ لا لا ما جوا الخرطوم. أي يعني قعدت عزابي كثير؟ عزابي فترة طويلة شديد مع ناس كتار، كمية كبيرة. طيب حصلت لك مواقف وأنت عزابي؟ والله أنا كنت ساكن مع عزابة، وفي واحد أدوه إنذارين في الشغل. ليه؟ يعني هو نحن ساكنين شرق الفيحة، هو شغال شغله يعني يبعد 3 دقائق من الموقع اللي نحن فيه في البيت. في البيت. وانزلوا في شنو؟ انزلوا في التأخير. البيت 3 دقائق. 3 دقائق لكن انزلوا في التأخير. انذارين قبل الانذار الثالث مثلا راح الامتداد ناصر حتى واصل في الشغل. مش امتداد ناصر بيجي يجي بدري؟ بيجي تمام عادي في امتداد ناصر، لانه بقوم من النوم لما نلقى البنطلون بيكون القميص ضايل له ساعة ونص. ليه؟ لا جماعة مفرشين انت حتون. لما نلقى القميص الشبط ذاته في مشكلة، يمكن نلقى فردة والفردة هناك هناك فيكون فطور. يعني بقت سبب تأخير. سبب تأخير. حاجات كمية ما في، يعني البيت ده انت جاي خاشي بالليل تلقاهم هم برا في بساط، يعني ممكن تقيم الصلاة تقول زاوية تقول ايش طاقية معلقة في شماعة ما في، كلهم مفرشين. طيب كنتوا عزابة مرطبين يعني لحوم؟ ما في ترطيب، دي حمنا ما في، نحن عايشين طعمية على موز طعمية بيض حاجات زي دي ما فيش. حمد أحمد الزمن بدأ يسرقنا والله. أنا باقي لي إلا أركب القطر أرجع الجزيرة تاني معه. لا ما في إن شاء الله. علاقتك بأسرة عصام أحمد طيب؟ والله عصام ده كان علاقتي بعماد، عماد الكبير. عماد الكبير والعلاقة ذاتها جات بالصدفة أو بمشكلة. فزمان كانوا الطلبة الروابط بيعملوا أيام مفتوحة في الكلية الغبطية. أيوة. فأنا عندي أصحابي قالوا يا أخي الليلة الحفلة بعماد. نعم. فكنت قشرتها ودنيا برد، لكن اضطريت استحميت ولبست مشيت. فلما جيت خاش لقيت عماد ده بغني في الممر كده، البنات لا من واقفين يعملوا كده في الكراسي، في الكراسي طالعين في الكراسي يعملوا كده. يا عمدو جنوبية يا عمدو، يعني ما في طريقة، لأنه الجمنو والمشمنو شفتها ظبي الحجر يا عمدو شغالات كده. فأنا الحتة دي أنا سارتني شديد. قام عمال لا من انتهى الفاصل قال شكرا. قلت أخبرك أن نزلت دانا؟ اتلفت علي يا حاغط يا كريه، انت جيت من وين؟ انت بتعرف شنو؟ مسكت واحد من يده قلت لا ده لو ما نزلت تعرفنا ان حاجينا هنا كيف. والله كتر خيرك كثير محمد احمد السوداني، سعدنا بك كثير وسعدنا بالفنان الشاب عصام احمد الطيب وسعدنا بكم اعزائي المشاهدين، وشكرا للجزيره على عادتنا الجلسه الجميله دي. والقطر مستمر ان شاء الله، جلسه جايه مع ناس ثانيين جايننا من واحده من مدن السودان الكبيره. و بقول لكم ان شاء الله بودعكم، وبقول لكم ان شاء الله دائما تامين ولامين. عصام لحن الختام ان شاء الله. لحن الختام حيكون اه واه من العيون. تعرف تغدي
تكلم تسلم عيون تكلم عيون تسلم عيون تكلم تسلم عيون تكلم عيون تغازل عيون تألم أنا إن العيون أنا صاحي أهلك ناس حضاروا من كل النواحي يا بلدي الحبيبة الما بقدر أسيبة وداكني المناظر وخلاكي عجيبة